تمرينة الكتف والترابيس في البيت بتاعتي عاملة ازاي؟ قبل اي حاجة ياريت يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان احنا بقالنا كتير او قفل على 21,100. فشدوا حيلكم كده يا جماعة، دلعوني ادلعكم كده، عايزين نوصل 50,000. دلعتوني خلاص، يلا بينا نبتدي. هنبدأ التمرين طبعا بالديناميك ستريتشز بعد الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. زي ما انت شايف كده الاستريتشات الديناميكية او الحركية، هنبتدي نعمل حركات الدائرية للكتف للروتيتوري كف يمين، وبعد كده هنعكسها الشمال، وبعد كده الحركة اللي انت شايفها ديت للروتيتوري كف مهم جدا عشان الإصابة بتاعت الروتيتوري كف ما فيهاش معلش. بعد كده هنبتدي نمسك بقى أستك المقاومة. التمرين ده على فكرة ممكن تلعبه لأي حد عنده تجنح في لوح الكتف. لو ما شفتش الفيديو بتاع تجنح لوح الكتف فممكن أظهره لكم على الشاشة، روح شوفه وهتستفاد. التمرين دي بتشغل عضلات الرومبويد اللي هي ناحية الترابيس كده، وبرضه بتشغل عظمة الاسكابيولا اللي هي بتاعة لوح الكتف، بتعمل لها كونتراكشن او بتعمل سكويز على الاثنين على بعض. لو هتعمل الاستريتش ده بالبرونيتد جريب او سوبرنيتد جريب اللي هي المسكات بتاعتك مقلوبة ولا معدولة، كده كده هتشغل معاك الكتف الخلفي. بصوا يا شباب، انا التمرينة عندي بتبقى تمرينة شديدة شوية رغم ان الاكويبمنت او المعدات بتاعتي مش كتيرة. بعتمد دايما على السوبر سيتس والدروب سيتس اللي هي المجاميع اللي ورا بعض، والريست ما بين التمارين بتكون قليله جدا، وده بيفسر التمرين الانتنس او الشديده زي ما هتشوفوا كده. نبتدي اول حاجه بالرفرف الجانبي، بفضل العب لحد لما بحس ان انا خلاص جبت اخري، وبعد كده ببتدي العب نص عده لحد ما اقرب من الفشل العضلي. طبعا مش صح ان انت تقرب من الفشل العضلي في اول التمرينه، ولكن ان انت تجيب اخرك بعد التسخينه. هنخش دي في ظهر دي على طول الشولدر بريس، وانا بعملها وانا واقف، بحس ان انا افضل او ان انا متحكم في الوزن اكتر وانا واقف. بس طبعا خلي بالكو ان كل ما بتزود في الوزن وانت واقف كل ما تبتدي تحمل على القطنيه، وهتلاقي ظهرك بيبتدي يتني وانت مش واخد بالك. فلو هتلعب التمرينه ديت ممكن تسند على الحيطه او ممكن تلعب حزام الظهر، هيكون بالنسبه لك برده اوبشن كويس. بدخل سوبر ست معاها على طول في الارنولد بريس زي ما انت شايف، اللي هي اللفه ديت، يعني بحسها ان هي تكنيك كويس جدا لتمرينة الكتف او في تمرينة الكتف. بعد كده برجع تاني بلعب الشولدر بريس العادية بتاعتي، بوزنج شوية. البوزنج برضو زي ما قلت لكم يا جماعة مش علشان اشو اوف او عشان اوريكم يعني ان انا ابتديت انشف، علشان اضخ الدم زي ما بضخ الدم بالظبط في التمرينة، وده البوز بتاعي طبعا اللي بحب اعمله. الصلاة على النبي، قولوا ما شاء الله يا جدعان عشان ايه الواحد مش ناقص. هنخش بعد كده التمرينة رقم 2، او مش التمرينة رقم 2، المجموعة رقم 2. ممكن الاشكال مش كتيرة، ولكن زي ما قلت لكم بيبقى فيه سوبر سيتس كتيرة ودروب سيتس كتيرة، فالواحد بيحس ان هو خلاص فايز بدري. هنخش بعد كده في الرفرف الجانبي زي ما انت شايف، لحد لما بتجيب اخرك عادي ممكن تاخد نفسك وبعد كده تكمل بقية التمرينة تاني، علشان لسه هنخش فيها سوبر سيت بالكتف او الشولدر بريس. كتفي شولدر بريس، انت متخيلين بقى ان انت بتلعب دي في ظهر دي، دي في ظهر دي، دي في ظهر دي، وبتاخد راحه ما بين كل مجموعه والتانيه، يعني بتتكلم في 30 ثانيه او ممكن اقل من 30 ثانيه. فانت متخيل نبضات قلبك هتبقى عامله ازاي؟ لو خدتوا بالكم هتلاقي ظهري بيبتدي يرجع ورا شويه رغم ان الوزن قليل جدا. هنبتدي بقى الفرونت ريزز زي ما انت شايف، وبعدين هنبتدي واحنا بنعمل الفرونت ريزز لقدام بنبتدي نفتح الزاويه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بص يعني كده قدام، بعد كده جنب شويه، بعد كده جنب اكتر، بعد كده جنب اكتر. فكل انجل انت بتلعب بيها بتستهدف جزء مختلف من الكتف، وبعد كده بترجع لقدام تاني. في ناس بتقول لك بقى ما تلعبش كتف امامي اصلا، لان الكتف الامامي شغال بنسبه 90% في كل حاجه. يعني ممكن اقول لك ان انا باجري بنسبه 80%، بس ده ما بيفسرش ان انا ما اتمرنش التمرينه دي، لا انا شايف ان انت تتمرنها برده عادي. وبلاش تبصوا على الوش بالله عليكم يا جدعان، علشان الواحد بيطلع وشوش غريبه وعجيبه وهو بيتمرن حتى لو الوزن مش تقيل. مش دلوقتي ال ستاندينج شولدر بريس، لا اسمه ستاندينج عشان انا واقف بيوصف الوضعيه، شولدر عشان بلعب كتف، بريس عشان البريس ان انا ببريس يعني. بعد كده نعمل شويه سكويز كالعاده، نضخ شويه دم. نخش بقى في المجموعه اللي بعد كده، بطلت اعد يا جيمي الصراحه، بس ببتدي ازود في الوزن. ولو وصلت المرحله ان انا ما عنديش طارات تاني، يعني انا لسه عندي طارتين 7.5 ممكن ازودهم. لو وصلت المرحلة ديت انا زودت الطارتين وعايز ازود حاجة تاني، ممكن بقى اعمل اي حركة بجسمي، مثلا اسند على الحيطة فشغل رجلي اكتر فازود نبضات قلبي اكتر، استخدم استيك مقاومة في التاني. يعني الحوارات دي يا جدعان بجد لا حصر لها، انك تزود الريزيستنس عندك في البيت. بص الموضوع لا حصر له. بوز تاني، عايز اقول لكم ان انا اصلا التمرين بتاعتي ما بتكملش اخرها 40 دقيقة، واحيانا بتبقى نص ساعة بس ما بكملش خالص. اديها ترايسيب، وبعد كده نخش بقى ايه يا معلم في الكتف الخلفي.
الوزن طبعا خفيف جدا جدا جدا، الظهر بيبقى مستقيم، بصوا من الجنب بيبقى عامل ازاي. وفي بقى تو تكنيكس، في التكنيك ده وفي تكنيك تاني ان انت ممكن تلعب الطاره من ورا رجليك زي ما هوريها لكم كمان شويه. يعني ده الاوبشن الاولاني، وزي ما قلت لكم انت ممكن تلعب الكتف الخلفي بقاستك المقاومه زي اول الفيديو. بعدين التكنيك التاني بقى من ورا رجليك. خدت بالكم يا جماعه من حاجه؟ انا نفسي خدت بالي ان ايدي اليمين بتزيد شويه عن ايدي الشمال، بتطلع شويه عن ايدي الشمال، وده ممكن يسبب اسيمتري اللي هو عضله تبقى مختلفه شويه عن العضله التانيه. عشان كده لازم تبص على نفسك في المرايه، ولازم يبقى في عين تانيه بتبص عليك. هنختم التمرين تقريبا بالشراجز، دمبل شراجز. بحب ان انا اعملها بطول الشقه رايح جاي، بس طبعا عشان بصور فكنت بعملها في الحته الصغيره دي. وبرضو بحب ازود تكرارات كتيره قوي، وكنت احيانا بلعبها بالانبوبه، بس يعني زمن الانبوبه اكبر وولع، فاحنا بنلعب دلوقتي بالدمبل بس. الانبوبه دي كنت بلعب بيها سكوات، بس طبعا من ساعه حوار الديسك اللي جالي في رقبتي ده وانا بطلت العب اي حاجه ليها علاقه بالسكوات على رقبتي، بقيت العب بالدمبل بس. لعبت تقريبا 3 4 مجاميع لحد ما حسيت ان انا خلاص جبت اخري. وبس دي كانت التمرين بتاعت النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم يا جماعه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. اشوفكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله.